كويس؟ في حاجات كثيرة معروفة إنه البحث العلمي في ظل النظام الفات يتأثر كيف؟ كويس؟ ممكن نتكلم عن التمويل، ممكن نتكلم عن تدمير التعليم، ممكن نتكلم عن الصرف عن التعليم العالي والبحث العلمي اللي ما كان تعمي 0.5% من البادجت، كانوا بالغنا اديناهم اكثر من حقهم. كويس؟ يعني هو التعليم العالي كله ما تعمي 1%، ال1% ده كله كان بيمشي مرتبات، احنا بنتكلم عن الصرف عن البحث العلمي. كويس؟ ونحن ما ممكن نحكم دولة بتعقداتها دي بحاجاتها دي بمشاكلنا دي بدون ما تكون عندنا الحكم. ده لازم يكون مبني على بحوث علمية، نتائج. ما زول ينوم ويصحى يطبق لنا الحاجة في راسه. لكن دائما الحكومات الشمولية والحكومات الدكتاتورية أصلا في عداء أزلي بين العلم والدكتاتورية من زمن فرعون. لا أريكم إلا ما أرى. البحث العلمي طبيعته إنه لا في وجهات نظر. أنا دائما واحدة من الحاجات الناس اللي هنبه عليها إن شاء الله عندنا متحدث من العلوم الطبيعية والعلوم الكلام، أنا دائما أتكلم من خلفية بتاعت العلوم الاجتماعية. في العلوم الاجتماعية في وجهات نظر كثيرة جدا. في لو ما سادت الحرية العلمية البحث العلمي طبعا دائما لراحة بال. يعني زول ما مرتاح ما بيقدر يعمل بحث علمي. زول استجاب لسلطة دكتاتورية ما بيقدر يعمل بحث علمي جيد. ليه؟ لأنك انت هتكون ماشي مع رؤية الفرعون، وانت لو اثبتت عكس رؤية الفرعون معروفا بيحصل لك شنو. مش والفرعنة بذات درجات. تدمير التعليم هدفه شنو؟ انه في كتاب جميل انا داير اي باحث سوداني ونلتف دبيو اي محاضرة للطلبة، في كتاب جميل اسمه Pedagogy of the Oppressed، يترجم بالعربي تعليم المقهورين. ده فيه فلسفة عجيبة جدا انه النظام الشمولي بيكون داير نوع تعليم معين دائما بميل للتعليم التلقيني وانتاج رؤية معينة. ما داير الناس يفكروا بعقلهم، ما داير انه العقل النقدي يسود في المجتمع. ليه؟ لما تكون في حرية اي زول بنتج معرفة اصيلة بالاصالة، ما يعني انتاج المعرفة بالاصالة معناه شنو؟ ما انه في صوت مهيمن برا انا على اساسه امشي اضبط نتائج البحث بتاعتي. في نقطة جميلة قالوا الحكومة الفاتت، هي تقريبا ما نقطة، هي في شكل نقطة لكن حقيقة، صرفوا مليارات عشان يعملوا بحث عشان يشوفوا نسبة الفقر في السودان. في ناس كانوا جادين مشوا درسوا وطلعوا النسبة، قام النسبة دي ما عجبته، قالوا والله كلامنا يعني فظيع، يعني ما ممكن نطلع الكلام. قام مطبقوا الدراسة دي دخلوه ومشوا لزون ثاني، قال لهم يا اخوان الكلام الكثير ده كله خلوه، انتوا دايرين النسبة كم وبكم. ده نوع البحث البسوط في ظل السلطة الدكتاتورية اللي ما دايرة تسمع شنو المشاكل، شنو الحلول، شنو الرؤى المختلفة، شنو يلا البحث العلمي في ظل الحرية بتعمل شنو؟ انه اي باحث صوته بيكون صوت اصيل ما صدى. في فرق بين الصوت والصدى. الصدى شنو؟ انت تسجيل معين ممكن تجي تركبه في الساونات دي كلها هيعمل لك صوت واحد. دائما السلطات الشمولية، وعشان كده نحن بنأكد تاني انه السلطة الجاية لازم تكون مدنية ديمقراطية. ما ممكن يكون في بحث علمي في ظل حكومة دكتاتورية، في ظل حكومة عسكرية.
كويس عشان كده البحث العلمي بيستفيد وبيفيد في ظل قيمه البحثين السودانيين. منبر البحثين السودانيين كان بيحصل شنو كده نبدا خطوه نظام القياده العامه 30 ابريل 2018 بتواجهنا شنو كانت وممكن تواجهنا لو عملنا اعاده انتاج انقاذ 2 في المرحله الجايه. كويس الخطوه اللي كانت مواجهانا اول حاجه السياسه الكليه ممكن نسميها سياسة إنتاج الجهل. دايرين ناس يخشوا في جامعات بكميات كبيرة يتبع سياسة تعليمية تلقينية كويس يطلع لنا ناس قادرين يتكلموا لغة كبيرة كده وحافظين معظم الحاجات لكن تسألهم تقاعدهم تسألهم شنو كده وفعلك بتلقاه بيغرق لك في شبر موية. دايرين إنتاج كوادر زي دي ليه؟ عشان يكون في واحد بس يدوره في كل المؤسسات. دي واحدة من الأهداف إنتاج الجهل وده بيسميه البيداغوجي أوف ذا أوبريس تعليم المقهورين. طيب عشان يعملوا كده عملوا شنو؟ أول حاجة وسعوا الجامعات جففوا موارد البحث قللوا المرتبات والصرف على التعليم مع انه انت لما توسع طبيعي جدا انت ميزانيتك مفروض تكبر. كويس ثاني حاجه خصصوا التعليم فتحوا جامعات كثيره على حساب الجامعات الحكوميه العريقه. كويس وده طبعا برضو لما تدخل المال الخاص في اجراء البحوث دي عالميا دي مشكله دي بيقولوها ليبرالية يعني نيو ليبراليزيشن اوف الايديوكيشن. انا طبعا قاعد اتكلم مع باحثين عشان كده هاخد راحتي شويه يعني لحد ما يعني شنو خلاص تمام كويس يعني مخاطر انك تخصص التعليم شنو؟ انه الربح هو اللي بيكون مسير البحث العلمي. الزول اللي بيدفع هو اللي بيحط لك انت تمشي تبحث شنو؟ كويس مثلا في شركة من أهدافها إنها توري المجتمع إنه والله الأنشطة اللي هي بتعمل فيها دي ما ضارة بالمجتمع. أها هيعمل شنو؟ يمشي يدفع لمراكز بحثية يمشي يطلعوا له بحوث تأكد له ديل اللي بيأكلوا كلام الفرعون ديل اللي بيقول لك النتيجة دايرة شنو بكم. كويس؟ فيعني السلطة الدكتاتورية دائما بتحبذ النوع ده من البحوث. كويس يلا فتح الجامعات الخاصة على حساب ومنو بيفتح الجامعات الخاصة؟ هل فعل الناس يعني متميزين دايرين يودوا التعليم لقدام وفعلا يعني هو طبعا التعليم الخاص يعني ما بنن يعني نحن ما ضده كده بصورة كلية لكن الطريقة اللي اتعملت بها الجامعات الخاصة والكليات الخاصة مالكة منو مدورة منو سياسات شنو يمكن شفناها حتى زمن المظاهرات منها انه كيف الجامعة بتستخدم يعني كيف الجامعة ممكن تكون زراع سلطوي يكون في يوم بتاع عصيان مدني يفتحوا الجامعة وحاجات زي كويس. طيب الجامعات سياسات التعريف اول حاجه فصلتنا من الانتاج العلمي برا واتصال الاكاديميين بتاعيننا بل يعني اخر التطورات العلميه والبحوث وكده دي واحده من الحاجات يعني ما حنتفصل فيها نحن حنحطها بس في شكل عناوين بعدين لو في اسئله ممكن الناس تتناقش. ثاني حاجه الكوادر العلميه الجيده اللي رفضت تنصاع لسلطة الصوت الواحد وإنتاج الجهل دي سلطات استهدفت من السنين الأولى في كوادر مؤهلة ما قدرت تواصل كويس وفي كوادر أجبرت إنها تمشي الجامعات الخاصة لأنه بعد مرات الجامعة الخاصة ممكن تدفع لك ثلاث أضعاف مرتبك في الجامعات الحكومية. ده معناه شنو أنت قاعد يعني تكرس التعليم في طبقة معينة كثر التعليم الموجود ذاته دي واحدة من الإشكاليات. أها جففنا طردنا الكوادر العلمية بعد ذلك الإدارات
في المؤسسات العلمية تديها لناس موالين عشان تحفظ شنو صوتك الواحد الذي هو الجامعات. أي زول داير يبحث داير يبحث في حتة السلطة ما دايرك تبحث فيها، يعني يا فسلطة يا صوتك ما صفر كده. في الحاجات دي كلها الناس كانت مواصلة بكثرة الإمكانيات الموجودة كويس، وما بتتهم إنه كل الكوادر. طبعا في واحدة من الحاجات إنه الكوادر القاعدة أساسا في الجامعات دي ما خلاص كلهم كيس، لا طبعا. ونحن الحاجة شفناها إنه واحدة من أدول التجمعات اللي هسي منضوية التجمع المهنيين وكده، برضو تجمع أساسا الجامعات وكده. يعني كثر ما حاولوا يخدموها، كثر ما حاولوا يغرسوا ناس ويثبتوا سياساته، لسه كانت الجزوة قاعدة، ولسه كانت واحدة من الحاجات برضو المنتجات بتاعتنا واللي هو شنو الطلبة، مش هم السلسلة الفقرية بتاعت خصوصا طلاب الجامعات والخريجين وكده. طبعا ما دايرين نشيل الكريدت بتاعت انه الناس دي انه لانه يتعلموا، لا يتعلموا في الجامعات ويتعلموا في حتات ثانية، الفضاءات اتفتحت لهم، ما قدروا يعملوا السياسة التلقينية اللي هم كانوا دايرين يعملوها بصورة كلية. عشان كده العقل الشباب الشايفين انهم بيفكروا كيف والوعي بتاعهم نضج قدر شنو ده، يعني جزء منه ممكن يعني يوري انه لسه الجامعات كانت برغم محاولات التدخل وتمكين الصوت الواحد، لسه الجامعات كانت بتأدي دورها ولو انها بطريقة اقل. طيب بكل الحاجات دي وبكل الموارد المالية اللي جففوها، في حاجات تانية انت لما تمشي تعمل بحث، واحدة من الحاجات الناس يعني كانت بتتصرف بكثرة الامكانيات اللي عندها، داير تمشي تعمل بحث مثلا في مشروع الجزيرة ولا في مناطق انتاج البترول ولا في اي حتة، واحدة من المتاريس اللي بتلاقيه كانت خصوصا في العلوم الاجتماعية المتاريس الامنية. انت ممكن تقضي نص الزمن اللي انت كنت هتمشي تقعد فيه مع المجتمع عشان تلقى تصريح امني، واي قضيه تهتش يقول لك دي قضيه حساسه. انا ما اعرف القضيه ما كانت حساسه شو ليه، لانه البحوث الكثيره الزوايا الكثيره رؤيه المجتمع الحاجات دي كلها لما تنتج الحاجه دي ما بتمشي مع رؤيه يعني السلطه الدكتاتوريه لسه مصره الدكتاتوري يقعد في التلفزيون يوري السودان مشكلته شنو حل شنو، يعني ما دايرين صوت البحث العلمي الا الصوت البحث العلمي. طبعا خشن بيوت زي ما قلنا، الاصوات اللي بتقول اصوات ماشيه مع صوت الدرون، ودي ما اصوات ما بنسميها اصوات الايكو، الجبال ميزنا بين الصدى وال الناس اللي بيرددوا اصواتهم ديل اللي بيظهروا بالتلفزيون، ديل اللي بيناقشوهم، ديل اللي بيفتحوا لهم مراكز البحوث، ديل اللي بيرقوهم، ديل اللي بيسفروهم برا، ديل اللي بيدفعوا لهم سكولرشيبس، ديل لكن زول داير يجيب على حاله ويكون مستقل. واحده من اهم الحاجات في البحوث بيسموها الاندبندنت ثينكينج، التفكير المستقل، مستقل من شنو؟ مستقل من كراسي السلطه، مستقل من البيع. ان شاء الله تمام. سوري ممكن تعلي كنت شنو كده؟ يا جماعه الثوار وزن ونورمان مهندسين هسه ان شاء الله داخلين على الكوبري. الثوار جاي من دارفور. احمد احمد الفاتح دي ليك يا احمد كويس. اها بعد انت لما تمشي المجتمع بالعرقله دي تطلع التصريح وانت دايم تقعد مع المجتمع، واحده من الحاجات اللي نحن بجد محتاجين لها انه الناس المتعلمين. في واحد قال راجل كبير قال والله لو عارفين المتعلمين دي هيحكموا السودان بالطريقه دي ما كان وديناهم يتعلموا كويس. المشكله وين؟
المشكلة إنه لسه التعليم بتاعنا دائر شغل كتير جدا، لسه الروح الاستعمارية الاستعلائية اللي بتنظر للمجتمع بروح استعلائية بيحتقر، يقول لك مثلا ده كلام أهالي ساكن. لا، انت المعرفة الحديثية مفروض تكون نابعة من قعادك مع المجتمع، تمشي تقعد مع الرعاة، تشوف مشاكلهم شنو، تقعد معهم بالأيام والليالي وتشيل المعلومات اللي عندهم على المعلومات النظرية اللي عندك. ده طبعا أنا قاعد أتكلم من وجهة نظر علوم اجتماعية، يعني معلش للناس اللي ما اجتماعية شوية حنحرك بهم كويس. ولا لما تمشي وسط مزارعين، ولا لما تمشي في أي قرية، أنت تكون عندك المقدرة انك انت تطلع المعرفة الموجودة في المجتمع عشان انت لا تحل مشاكله. يعني ما بتقعد في مكتب تفوت خططك تمشي بيها، لا كويس. يلا دي الحاجة، لما تمشي المجتمع برضو في مشكلة اساسية في علاقة الدولة بالمجتمع. نحن دائما بنتكلم عن انه ما في شفافيه المعلومات في الاحصاء في الحاجات وبتاع، الدوله ما بتطلعها كويس. لكن نفس الاشكاليه دي بتلاقيك تحت في اصلا ازمه ثقه بين المجتمع والدوله، للدوله بطريقتها دي، ودي الدوله ودي حاجه دايرين نغيرها. نحن دايرين التغيير الجاي، دايرين نصنع دوله مدنية ديمقراطية، المواطن بيثق في الدولة والدولة بتثق في المواطن. عدم الثقة دي في البحث العلمي مشكلة شنو؟ انه زي ما الدولة ما دايرة تطلع المعلومات كويس، عدم الشفافية، المجتمع ذاته خايف، بيكون خايف من الباحثين. انت لما تمشي بقلم وورق طوال بتبدعوك، انت زول بتاع حكومة وبتاع مش يعني حتى